ولسه مكملين معاكم رحلتنا في طريق السعاده مع ضيفنا اللي بينورنا كل يوم سبت دكتور مدحت عبد الهادي استشاري العلاقات الانسانيه والصحه النفسيه. والنهارده هنتكلم عن نظريه الشعاع. دكتور مدحت اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دينا. اهلا وسهلا دكتور مدحت. ازيك اخبارك ايه؟ اهلا يا فاروق. ازيك؟ تمام الحمد لله. كويس الحمد لله. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا وهي الشعاع. الشعاع يا ترى الشعاع ايه؟ انا مش فاهم ايه نظريه الشعاع بالنسبه لك. هو الشعاع هو طبعا اي ضوء بيرسم خط مستقيم، بس خط مستقيم بلا نهايه، يعني دايما الشعاع مالوش مساحه، لكن هو نقطه بدايه دايما زي الخط المستقيم. خط مستقيم له نقطه بدايه وله نقطه نهايه، لكن ما عندوش مساحه. ففي العلاقات كمان كده، لما يكون علاقتك بحد عباره عن خط مستقيم، دايما علاقه مالهاش ايه؟ نهايه. زي بالظبط لما تفضل تحب واحده وهي تحبك، بس لا انت عايز ترتبط وتلتزم ولا هي عايزه ترتبط وتلتزم. هيبقى ليها نهايه؟ لا طبعا. مش هيبقى ليها نهايه، وهتبقوا سعداء جدا، مشاكلكم قليله. يعني ايه؟ يعني بقى لو بتقول لها انت اتاخرتي بس كده وصلت لمرحله انه خلاص يعني لازم ننتهي. ده دي النظريه، انك انت يوم ما بتبتدي تدي وانت تبتدي تطلبي او تدي برضو، ساعتها هيحصل ايه؟ ان الشعاع ده او الخط المستقيم ده يتحول يبقى مثلث، هنوصفه دلوقتي على الشاشه. تمام. فالفكره كلها في الشعاع ايه؟ ان الناس دايما اللي هي بدون مسؤوليات وبدون واجبات وبدون التزامات سعادة. بتبقى العلاقه خفيفه جدا وبسيطه جدا ومقضيينها جدا. مش تعبانين يعني. طب حضرتك راسم مراحل طريق السعاده ومقسمها لمرحلتين، اللي هي مرحله الميلاد ومرحله المراهقه والشباب. تعال نتكلم عن مرحله الميلاد ونبدا بيها. طيب بصي بقى، هو النظريه بتاعه الشعاع دي قلنا ايه؟ هي عباره عن خط. الخط ده ايه؟ بيربط الانسان اللي هو الصغنن ده باي حد من اللي حواليه. انك انت النهارده لما بتكون مثلا علاقتك بالوالده علاقه الامومه، فبيبقى في الريليشن شيب بتاعتكم او العلاقه هي علاقه الطفل بامه. تمام. لو بقت مع الاب هتبقى علاقه الطفل بابوه، لو مع حبيبته هتبقى علاقه الحب اللي بينه وبين البنت اللي بيحبها. تمام. لو علاقه الزواج هتبقى علاقه بين الست اللي اتجوزها والعكس. فاذا هو الخط المستقيم هو عباره عن ايه؟ العلاقه الرابط ما بين اتنين. عشان نبقى متفقين سوا، يلا بينا. اول مرحله بتطلع في حياتنا اللي هي مرحله الميلاد. انت حاجه بتنزل بتلاقي في مجموعه من الناس مستنيينك. هتلاقي الام، هتلاقي الاب، هتلاقي الاهل اللي هم العائلتين، وهتلاقي اخوات، وهتلاقي كمان حي سكنوك فيه ومدرسه دخلوك فيها والعماره اللي انت فيها الجيران شكلهم عامل ازاي. اذا هم دول اللي عمالين يعملوا فيك ايه؟ يدوروك ويشكلوك لغايه لما تبقى جاهز لمرحله ما بنسميها مرحله النضج. بقى خلاص هتبتدي تنضج. اول ما بتبتدي خلاص، انا طبعا احنا في علم النفس عندنا بنقول 7 سنين، بعد 7 سنين بيبتدي الطفل يستقل نفسيا. يستقل نفسيا 7 سنين، لان الطفل بيستوعب حوالي 80% من المدخلات اللي بتخش له في عمره كله عند 7 سنين. طب مين اللي بيتحكم بقى وبيرسم طريق السعاده، سواء يعني قبل 7 سنين وبعد 7 سنين كمان؟ ما هو قبل 7 سنين دول شغالين الام والاخوات والعيله والجيران والليله. ما صدقش اب يقول لك انا ما اعرفش ابني طلع كده لمين. مش عارف انا بنتي طالعه كده عنيده لمين، مش عارف ابني طالع عبيط لمين، مش عارف ابني طالع ساذج لمين، مش عارف ابني طالع عنيف وشرس لمين. لا، هو طالع نتيجه الظروف، الصوت العالي بين الزوج والزوجه، الحده في الكلام، الاحتواء، الحنيه، الطبطبه، اعطاء المسؤوليه ولا لا، كل دي كلها بتشكل وجدان الطفل لغايه 7 سنين. طب التحكم يعني هما ازاي بيتحكموا؟ يعني حضرتك يعني وصف المرحله بانها مرحله المفعول به. التحكم بقى هما بيتحكموا في طريق السعاده، يعني حضرتك عايز تقول كده، وبتكوين شخصيتي. ما هو بالظبط، هو لما يطلعني في الاخر واثق من نفسي. مش هو بيساعدني وبيأهلني ان طريق السعاده بتاع المرحله الثانيه يكون اجمل وارقى؟ إنه هو طلعني النهارده في الحته دي من المرحله دي، طلعني عندي ثقه بنفسي وشخصيه، مش هقدر اخش وانتقي واختار صداقات واختار زوجه صح؟ لكن لو طلعني مكسور وطلعني مهزوز هطلع عامل ازاي؟ عندي عدم ثقه في مشاكل. يعني من خلال كلامك ده دلوقتي ممكن الاهل يبقى ليهم دور وعامل رئيسي، انه ممكن يبقى يعني وجودهم مع الابن او يعني زي ما بيقولوا مش عارف يعني كان في اللي هو بنرسم طريق السعاده ليه للطفل، يعني هم ليهم عامل كبير جدا سواء كان بالسلب او بالايجاب لما بيكبر. ما ده الاساس، ده التكوين الرئيسي اساسه الاب والام. هو اللي بيحصل ايه عاده يا فاروق؟ ان بيحصل في المرحله دي حاجه اسمها مرحله النموذج. ان الطفل عينه بتشخص بحد معين، الخال او العم او حد من الجيران او صاحب الاب، بتشخص بيه وتلاقيه بيقول لك بيقلده بالظبط. حتى يقول لك مثلا ايه، ممكن تلاقي ابن اختك مثلا يقول لك يا فاروق ده بيقلدك بالحرف لما انت تكون مش موجود. أيوة صح. بيقعد زيك، بيضحك زيك، بيتكلم زيك. فهو الطفل هو حظه
بيشخص عينه بحد معين وبيفضل معلق عينه بيه ويقلده بالظبط، فبيكتسب بالكامل. هو عامل ليه؟ بيقول لك 7 سنين ليه بيبقى يكون انتهى خلاص؟ زي السفنجه عمال يمتص يمتص يمتص، هو مش مفاهم حاجه. ممكن عامل زي الكمبيوتر لما بتخزن فيه فايل صيني بس هو ما بيعرفش يترجم صيني، اول ما تدخل له اللغه الصيني يبتدي ايه ينطلق. يعني بيرسم طريق سعادته بايديه، يعني ممكن بعد 7 سنين دول بيبتدي يكون هو قادر ان هو يبقى بقى ايه، خلاص اتشكل، هو اتشكل خلاص دلوقتي وجدانيا، عنيد ولا مش عنيد، عنده ثقة بنفسه ولا ما عندوش، عنده اعتزاز بذاته ولا ما عندوش، عنده ثقة في اختياراته ولا شفت قد ايه بقى احنا بنقول ما نستهترش بولادنا واحنا بنمنحهم واحنا بنشخط فيهم واحنا بنهز ثقتهم بنفسهم واحنا بنجبرهم على حاجات بنقهرهم نتيجة ان احنا اللي بنختار. ظنا مننا اقول لك ايه، انا عارف مصلحته احسن منه. اقول لك طب ده كلام حضرتك، دخلنا لنظرية الثواب والعقاب، يعني ازاي انا اقدر اوجه ابني بطريقة سليمة علشان اقدر اكون شخصيته بطريقة سوية لما يكبر؟ احنا دايما والعقاب. يعني بص دايما بنقول ان المرحلة دي اخطر مرحلة سنية. ليه؟ يعني انا براهن على مستقبل مصر من خلال شبابها، لان احنا لو الشباب اتجوزوا صح هيعرفوا يربوا هنا صح. فاهم قصدي؟ اللي هم انتوا دلوقتي اللي هو جيلكم دلوقتي لازم تتجوزوا صح، لازم اطمن ان انتوا اخترتوا بعض صح، لازم اطمن ان انت كمان دورتي صح، عشان تبتدي لما لما تخلفي اولاد بقى يبقى انتوا عندكم الوعي والادراك ومن الخبرات اللي طلع لنا اطفال او في مرحله معينه من الشباب والمراهقه قادرين ان هم يصنعوا مستقبل مصر. فانت النهارده بتقولي ان مثلا من اهم الحاجات اللي بربي بيها هنا الثواب والعقاب. ايه بقى ثواب والعقاب؟ طفل النهارده، انت مثلا النهارده لو انت ارتكبت خطا ورحت قابل زوجتك او حبيبتك او خطيبتك بتبقى عامل ازاي؟ رايح بتقدم رجل وبتاخر رجل، حاسس بالذنب، حاسس بانك انت ضعيف، خطات، زي ما يكون رايح برضه لمديرك في الشغل وعامل عامله امبارح في الشغل ما كانتش قد كده، تبقى رايح وشويه منكسر. ما بالك بقى بالطفل لما يقع مثلا يوقع لك فازه من على تلاقي ام من دول طالعه تجري، وانا شفت ام قبل كده في مكان ما راحت ضربه ابنها قلم، انا جريت من مكاني كنت عايز افترسها، لان طفل والله مكان يكمل سنتين ده صوت القلم يعني بيطرقع زي ما بيقولوا. انا نفسي اقول لها هو فاهم، هو مدرك، وبعدين هو بيعيط. طبعا هو لما وقع الحاجه عمل ايه؟ عيط ونهار. فهي بدل ما تطبطب وتحضن راحت عامله ايه؟ زودت الاحساس بالالم والضعف. فانت بتربي طفل هنا ايه؟ خنوع، ما عندوش ثقه بنفسه. لكن المفروض ان انا اول حاجه اطمن ان هو بخير، ما الحاجه اللي اتكسرت دي ما عورتوش، ابسله الامان في جواه، اخليه يحس ان هو اهم عندي من الحاجه اللي اتكسرت، وبعد شويه اطمن خلاص هو هدي، ابتدي اقول له تعالى بقى انت كسرت دي حاجه كذا هخصمها من مصروفك او هتبقى مشترك معايا في تحمل ايه قيمتها. يعني ممكن توجيه الاهلي في الاول يبقى غلط، مش صح، مش سليم. يعني توجيه الاهل ممكن حتى قبل 7 سنين ممكن يكون خطا. طب خلاص وصل الطفل ل7 سنين، بعد 7 سنين ازاي يبقى توجيه الاهل ليه حتى لو كان في حاجات اكتسبها ممكن سلبيه؟ هي اعطاء المثل، دايما اعطاء المثل. يعني دلوقتي لو انا عايز اربي اولاد عندهم ثقه بنفسهم اعمل ايه؟ لازم انا اكون كاب او كام بدي المثال ده، بدي له الاحساس ان انا راجل هاد عندي اتخاذ القرار بالشوره، ما باخدش القرار لان مجرد انا الوالد. فانا اجيبه زي مثلا لما ام تكون عايزه تعمل اكلتين مثلا، فتقول للطفل ايه انت عايز دي ولا عايز دي؟ هي بالنسبه لها ما عندهاش مشكله ان هو عنده 10 سنين ويختار اكلته، ايه المشكله؟ هتاكل فراخ النهارده ولا نعمل مثلا لحمه ولا تاكل سمك؟ القصه كلها بعمل ايه عنده؟ انا مش فارق معايا الاكل، بس انا فارق معايا الشخصيه اللي بربيها. تمام. مش عايز احس انه حتى ان هو في ابسط حاجه تم قهره، ان هو مقهور في الحاجه ديت. فانا بقول دايما ان المرحله بتاعت مرحله المفعول به دي مهمه جدا، عشان لما يبقى في مرحله نمره 2 بقى اللي هي مرحله الفاعل، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله في الحلقات اللي جايه ان شاء الله، ان هو مجرد انه بينزل بقى في الماركت، بينزل بقى في حياته، هيبتدي يضيف لبعض الناس اللي بياخدهم معاه اجباريا، اللي هي الام والاب مثلا والاهل والاخوات والزوجة. بيضيف زوجه وبيختار معاه حماه كمان، الحما، عشان لو واحده تقول لك انا خدت فلان بس مامته طلعت وحشه قوي، هقول لها خلي بالك كمان انك انت بتختاري، اختاري عيله، اختاري مين هتناسبيهم ومين هتتكلمي معاهم، ما هم دول هيبقوا دور لعيبه في الملعب بتاعي. طب حضرتك كل العوامل دي مترابطه مع بعض، وممكن يكون في عاملين هم اللي قدروا يوجهوه بطريقه سليمه ويعني يرسموا طريق سعادتي ويكونوا شخصيتي، في عامل تاني ممكن يدخل يفسد الموضوع ده، ازاي بقى يحصل توافق بين كل العوامل المؤثره فيا؟ بصي بقى، ما احنا هنا احنا قلنا في الحلقات اللي قبل كده، شايفين ابو راسين ده راسين، دي راس ودي راس اهي. ممكن مره بقى ان الوش دوت يبقى كده وممكن يبقى كده،
يعني مبسوط يا حزين، يا اما في حد في شخصيته في حياتي اي حد من اللي احنا كنا قلنا عليه العوامل الكتيره دي ممكن يخليني مره كده ممكن يخليني مره كده. يبقى اذا الاشخاص اللي حوالينا والشعاع اللي هو الخط المستقيم اللي بيني وبين الناس اللي في حياتي يا اما بيخليني كده يا اما بيخليني كده. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لازم انتقي كويس جدا في مرحله بقى النضج وبعد المراهقه، انتقي مين اللي احطهم في السيركل بتاعتي في الدايره بتاعتي في الطريق بتاعي عشان يخلوني دايما هنا. يعني على قد ما يقدروا. طب نعرف منين؟ ما هو ده حسن الاختيار بقى، ان انا اجيد الاختيار، أجيد ان انا اتأنى. يعني اذا كان هو ممكن يبقاش عنده يعني ما اعرفش يختار، اذا كان هو طلع متربي على حته معينه ان هو ما عندوش ثقه في نفسه، الاهل كان في مشاكل بينهم زي ما انت قلت من شويه، عوامل القوه بالنسبه للطفل لما يكبر يعني السعاده بتاعته في حاجه ناقصه منهم، فمش هيبقى عنده حريه الاختيار لنفسه، هيختار غلط. تمام، دي حاجه بنسميها هنا تعديل السلوك. يعني لما بيجي لي ناس عنده طفل عنيف او عنده شاب عنده مشكله انطوائي، فبيجي ظنا مني ان انا هديله هو جلسه او جلستين، الاقي نفسي ان انا بقعد مع الاب والام نفسهم المسؤولين وهم اللي ياخدوا الجلسه دي او الجلستين. لان هو العامل المساعد اللي بيهيئ لي الشاب ده او المراهق ده ان هو يستعيد ثقته مره ثانيه بنفسه. أيوة. اول حاجه بنعملها لازم يكون الطفل او المراهق ده موجود بنفسه عشان يقول انا عندي مشكله. يبقى اول حاجه لازم اعترف بالمشكله ان انا عندي مشكله. نمره 2 ان هي لازم يقول لي ان هو يكون عنده الاستعداد ده لبذل مجهود عشان يبتدي يعدل هذا السلوك. انت فاهم ازاي؟ نمره 3 لازم يكون المحيطين بيه على درايه عشان يسببوا يعني يدوني عامل محفز او عامل مساعد في البيت. ايوه لازم دايما نمره 4 اقدر كل شيء بيحصل له، يعني حتى لو تغير طفيف بيحصل لازم ادي له الاحساس ان هو حاجه كبيره قوي. تديله الامل، اهميه، اديله الامل ان هو عمل حاجه، ان هو انجز حتى لو حاجه صغيره، ما تريقش عليه، ما اقعدش اقول انت لسه خيخه زي ما انت، انت لسه خايف زي ما انت فيه. بخبط فيه. وبعدين فوق كل ده وده كمان لازم اساعده على حاجه اسمها تحديد ورسم الاهداف. يعني الطفل ممكن يحدد اهدافه ازاي؟ ما احنا قلنا بقى في مرحله ما بعد الطفوله بقى احنا قلنا هو خلاص اتشكل، بس اتشكل بسلبيات. فهذه السلبيات ازاي نتغلب عليها؟ قلنا عن طريق حاجه اسمها تعديل السلوك. فمين اللي بيجيبه اساسا؟ الاهل. مش شرط الطفوله، يعني 7 سنين 10 سنين 12 سنه 14 سنه، سن المراهقه حتى. سن المراهقه حتى في كبار. يعني النهارده كان عندي حد جاي بيعترف بيقول لي انا عندي قوة غضب وعنف لدرجة ان انا بوصل ان انا بمد ايدي وبضرب. عصبية في عندنا كورس اسمه أنجر مانجمنت، ازاي تتحكم في لحظات الغضب بتاعتك وازاي تعمل كنترول عليها. اذا دي كلها اسمها تقويم سلوك او تعديل سلوك. الغرض منها ايه؟ ان انا اقيم علاقات جيدة مع اللي حواليا فاساعد ان انا اكون انسان اكثر سعادة. مظبوط. ادي فكرة تعديل السلوك. انا هنا دي بقى هتبين لنا كمان تاني فكرة الشعاع. لو قلنا مثلا هو ده الشخص اللي هو انا، وده اي حد من اللي حواليا، اي حد، اي علاقه، اي علاقه، الام، الزوج، الحبيبه، اي حد، هو الخط المستقيم ده. الخط المستقيم ده هو عباره عن احساس مني واحساس منها، زي بالظبط اللي بيحب حد عشان شكلها حلو، وهي بتحبه عشان غني وعنده عربيه كويسه مثلا. ما دايما هتلاقي الحب بيروح فين؟ يا اما بيروح للماديات، شكل، فلوس، شهادة، عيلة، يا إما بيروح للحاجات الحسية، فكر كويس، رومانسي، طموح، المود والمزاج مشترك. مظبوط. فاهم ازاي؟ لو دورت على أي أسباب هتلاقيها يا إما دي حسية، يا إما محسوسة وجسدية أو مادية. تمام؟ لو العلاقة دي فضلت كده هتفضل مستمدة لأبد الأبدين زي ما قلنا نظرية الشعاع. لو ابتدينا نعمل حاجة اسمها الالتزام، يعني ايه الالتزام؟ ان انا وانت بنتفق ان انا هديك حاجات وانت تديني حاجات لغايه لما يبقى عندنا علاقه. زي الجواز، خلاص قررنا ان احنا نتجوز، فكني شديت خط من النقطه دي وشديت خط من النقطه دي، فبقى عندنا المثلث ده، هو ده المثلث اللي بنسميه له مساحه. بقى فيها دي علاقه سويه. علاقه سويه، بس مشكله العلاقه السويه بقى ان فيها ايه؟ فيها ضرب، كله ضرب 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 كده. ليه بقى؟ كل ما واحد يعمل حاجه الثاني يزعل، مفيش مواجهه، يعترض. دي بقى خد بقى اي علاقه في الدنيا، انت النهارده مثلا لو مش بتواجه باباك بتفضل انت واخد جنب وحاسس ان هو مضطهد، المشكله بتكبر والمشكله بتكبر وبتنفصلوا عن بعض. لو هم متجوزين وهي معترضه على تصرفات من عنده، لو مش بيواجهوا بعض ومفيش بينهم تواصل،
هيفضل كل واحد فيهم. مشكله في الطريقه يا دكتور، المصيبه عندنا في الطريقه اصلا. ما احنا عندنا يعني ممكن اواجهك وانت تواجهني يعني. طب بيحصل عندنا نسبه يعني طلاق في مصر كتيره جدا بالنسبه لكل متجوز الايه بسبب اللي انت بتتكلم عليه. ايوه طبعا. ما هو ده بقى هنعمل له بقى ان شاء الله حلقه التواصل دي بقى في حد ذاتها. ازاي تتواصل؟ احنا اتكلمنا المره فاتت قلنا على الصمت، قلنا الصمت ده فن وهو اساس لغه التواصل. ازاي ان انا انصت للطرف الاخر واخليه يتكلم لغايه لما افهمه، وهو كمان لما انا اتكلم يفهمني، لكن ما يجيش يقول لي انا مش فاهمه وما اسمعوش. يعني احنا لو هنحدد نظريه الشعاع بين طرفين علاقه مثلا بين حبيبين اتنين مرتبطين، لازم تكون في زي ما وضح كده بدايه ونهايه، انا اخد وانت تدي علشان تبقى علاقه سويه. بالظبط، لازم يحصل عطاء من الطرفين عشان تكمل يعني. تبقاش رايحه لملا نهايه، تروح لنقطه هنا. اول ما بعمل النقطه دي خلاص عمل عندي مساحه، ما بقاش شعاع، بقت مساحه. هي المساحه دي هي العلاقه، ولازم اعرف ان فيها ايجابي وفيها سلبي. ممكن اكون مره سعيد مره مش سعيد، مره حزين مش مره حزين، هو ده حدود سنه الحياه. يعني هي دي سنه الحياه. بس مش عايزين ننط النطه الكبيره قوي دي، احنا لسه في مرحله الطفوله ولسه كمان ممكن في سن المراهقه. عايزين ان شاء الله اتفضل حضرتك دكتور، عايزين الحلقه اللي جايه باذن الله نتكلم بقى ان بعد سن المراهقه ايه الطفل اللي ممكن يعمله لما يبتدي بقى يحتك بالناس اللي حواليه، سواء في المدرسه سواء في الجامعه بتاعته وحتى لما يشتغل. ده اكيد الحلقه اللي جايه هنتكلم عنها بالتفصيل الممل. دكتور مدحت عبد الهادي، في حاجه تانية حضرتك عايز تقولها قبل ما نختم؟ لا خالص، بس انا حبيت اقول ان احنا النهارده كل ده عمالين نفهم ونحط أسس إن طريق السعادة هو عبارة عن فعل مني أنا وفعل من اللي قدامي، مش حاجة، مش هبة ولا هدية بتجيلي من حد. ده أهم نقطة نوصل لها النهاردة. نورتنا جدا دكتور مدحت عبد الهادي، بجد قد ايه طريق السعاده بنحاول نرسمه لنفسنا كلنا. واكيد ما حدش يضحك على نفسه يقول لك انا مش عايز اكون سعيد، لا، احنا كلنا عايزين اكيد نكون سعداء، حتى لو كنا اطفال وحتى لو كنا كبار وحتى لو كنا كمان متجوزين او حتى مطلقين. الموضوع كله في الاخر عايزين سعداء. نورتنا جدا النهارده، ونتكلم ان شاء الله الحلقه الجايه برده عن طريق السعاده. سعدت بوجودك يا دكتور. شكرا. شباب حلقتنا خلصت بسرعه جدا، شوفونا بكره وكل يوم وحلقه جديده في عز الشباب.